في الوقت اللي احنا بنقول فيه انه لازم نبني البلد ولازم نطلع بيها لقدام ولازم نغير الحقيقة ثقافات كتيرة جدا مغلوطة عندنا، يعني افكار بالية وقديمة وافكار ملهاش اي علاقة لا بالدين السماوي لا بالأديان السماوية ولا بالعادات والتقاليد اللي كانت اصلا من زمان موجودة، في حاجة فينا اتغيرت في العشرة 15 سنة اللي فاتوا، يمكن اكتر شوية يمكن اقل معرفش، في حاجات كتيرة فينا اتغيرت، أهمها وأخطرها على الإطلاق هو فكرة إنك بتنزع الرحمة من قلبك، فكرة إنه ما بقتش تتعاطف دلوقتي لما بتلاقي قدامك حالة أو حاجة أو حد أو كائن أيا كان هو إيه ربنا سبحانه وتعالى خلقه وهو اللي بث فيه الروح، ومش من حق حضرتك إنك تقرر في أي وقت إنك أنت تنهي حياة الكائن ده لأي سبب كان، ببساطة لأن كل حاجة وليها حلها، كل مشكلة وليها حلها، لكن أكيد حلها مش القتل أبدا. أنا بتكلم الكلام ده كله قبل ما أقول أنه طبعا يوم الجمعة الماضية كان في وقفة احتجاجية عند النادي الأهلي فرع الجزيرة بخصوص الخبر اللي أعتقد أغلبكم خلاص عرفوا، وهو مجزرة قطط النادي الأهلي فرع الجزيرة. والحقيقة الوقفة دي نظمها عدد من الشباب وعدد من الرجال والنساء والفتيات المحترمين اللي ما بيطالبوش بحاجة غريبة على مجتمعنا ولا بيطالبوا بحاجة مثلا أوفر أو حاجة ما ينفعش نعملها دلوقتي في ظروف اقتصادية صعبة احنا فيها، هم بيطالبوا بس انه لما يكون في مشكلة نحل المشكلة مش نرتكب جريمة. هنشوف دلوقتي تقرير متعلق بهذه الوقفة وهنشوف الحقيقة خلال هذا التقرير في لقطات هتشوفوها احنا رصدناها بكاميرا عسل أبيض واحنا هناك بنشارككم هذه الوقفة الاحتجاجية. اللقطات دي بعض أعضاء النادي الأهلي الموقرين المحترمين طلعوا الحقيقة وانهالوا بالسباب والسخرية على الناس المحترمة اللي واقفة، دول ناس أخدوا التصاريح الأمنية ونزلوا يوم أجازة سابوا بيوتهم وأشغالهم ونزلوا عشان يقولوا الرحمة يا بشر، الرحمون يرحمهم الرحمن، لما تكون في نادي كبير محترم وعندك مشكلة ان في 3-4 قطط بيدخلوا النادي، مش الحل ان حضرتك تروح رايح متعاقد مع شركة وتقول انا حسم القطط، في حلول تانية كتير. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير المهم جدا ونسمع كل كلمة بتتقال فيه ونرجع نعلق ونقول شوية اخبار تانية برضو مهمة متعلقة بهذا الموضوع، يلا بينا. الماضية اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة بغضب وانتفاضة حقيقية من ناس كثيرة جدا من المصريين بسبب ما اطلق عليها مجزرة القطط بالنادي الاهلي فرع الجزيرة، والحقيقة انه المرة دي الملفت للنظر انه اغلب الناس اللي كتبت اراء ساخطة وفي قمة الغضب من هذه المجزرة، الملفت للنظر ان هم مش كلهم بس من دائرة محبي الحيوانات والداعمين لفكرة الرحمة والرفق بالحيوان، فيهم ناس كثيرة جدا ربما عمرهم في حياتهم ما فكروا في موضوع الرحمة والرفق بالحيوان، لكن الحقيقة فكرة الاستقواء على كائن ضعيف جعان فبدل ما تحط له أكل أو على الأقل تكف أذاك عنه وتسيبه تحط له أكل مسمم لمجرد أنه بعض الأعضاء في النادي اشتكوا وقالوا أصل القطط بتنونو، الفكرة في حد ذاتها لما تفكر فيها حقيقي في منتهى القسوة وفي منتهى البشاعة. الوقفة الاحتجاجية اللي نظمها عشرات الآلاف وناس كتيرة جدا من على فيسبوك علشان التنديد بهذه المجزرة، حبينا في عسل أبيض ان احنا نيجي ننضم ليهم ونشوف ونسمع منهم ليه جايين النهاردة وايه هي اللي ممكن الخطوات اللي ممكن نعملها لتفعيل قوانين وتشريعات لوقف إيذاء مخلوقات الله جميعا. تعالوا بينا. موجودة هنا النهاردة يا منى؟
موجودة النهاردة، لأن احنا رافضين ممارسات مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي ومدير النادي الأهلي المتعاقد مع شركة لقتل القطط. احنا النهاردة ضد أي ممارسات عنف ضد الحيوان، مش عشان الحيوان المخلوق الأضعف يبقى أنا هستبيح حياته ودمه، مش لأن عندنا ناس كارهة للحيوانات فهنستبيح إن احنا نقتل الأضعف. النهاردة اللي بيقتل القط عشان يضعف منه هو اللي هيجي بكرة يقتلني ويقتلك عشان أنا سبته وأضعف منه. احنا مش ممكن أبدا هنوافق على ممارسات العنف لا ضد حيوان ولا ضد إنسان. هذه الممارسات يجب أن تنتهي. مش ممكن النوادي اللي هي المفروض انها روح أخلاقية بنجيب فيها أولادنا عشان يتربوا يبقى عندهم روح رياضية وروح أخلاقية وأخلاقيتهم تبقى عالية، إن احنا النهاردة هنحولهم إنهم يبقوا في أماكن القتل والعنف وممارسات العنف فيها شيء طبيعي. القطط اللي جوه نادي الأهلي اتسممت، هذه الممارسات مرفوضة. مجلس إدارة النادي الأهلي لازم يتحمل مسؤولية اللي حصل. إذا كانوا بيقولوا لنا إن الشركة عملت هذا التصرف من وراهم يبقى أنت كنادي مطالب إنك تاخد إجراء ضد الشركة دي فورا، ومش هنسكت إلا إذا حصل هذا الإجراء. يا إما أنت تكون موافق على هذا الإجراء وبالتالي إجرائي هيكون ضدك كمجلس إدارة نادي الأهلي. رانيا كوردي، أنت ليه موجودة النهاردة؟ وإيه رأيك في اللي حصل؟ وإيه رأيك في استهتار بعض الناس كمان؟ الناس اللي شايفة إنه قطط إيه يا جماعة اللي أنتوا طالعين بتتكلموا عليها دي؟ أنا جاية النهاردة عشان أقول حرام اللي بيحصل ده. اللي أنتوا بتعملوه ده مش بس يغضب ربنا، ده يغضب ربنا ويسوع عليه الصلاة والسلام ويودينا في أبعد الحاجات ورا الشمس. يا جماعة حرام، الحيوانات دي مخلوقات ضعيفة، ربنا أمرنا بيرحمة بيها. اللي هم بيقولوه ده يا منا شيء ما حدش يفهمه. انا مش هموت حيوان عشان عايز ياكل، طب ما انا احط له مكان للاكل. مش هموت حيوان عشان عايز يجي اطبطب عليه، محتاج حنيه. اللي هم بيقولوه كله جوه كده كده بمعنى كلمه كده. دي حيوانات بريئه ما عملش اي حاجه. وبعدين هم بيعلموا اولادهم ايه لما طفل عنده سنتين وثلاثه وخمسه دخل شايف قطط مسمومه؟ مستنيه منه ايه للبلد؟ مستنيه منه ايه لاهله؟ مستنيه ايه للمستقبل؟ مستنيه منه ايه ان هو هيكون داعش صغير يطلع لنا؟ بنربي ايه يا مصر؟ بتربي ايه يا مصر؟ يا حكومه مصر، يا قانون مصر، فين القانون؟ فين سيادة الرئيس؟ يا سيادة الرئيس انت بتعرف ربنا وبتعرف الدين؟ فين ربنا امرك بالانسان والحيوان؟ ما قالش الانسان وبعدين الحيوان والنبات. كل شيء بيتنفس ربنا امرنا بيه. من لا يرحم لا يرحم. الناس اللي بتعترض اقول لك خلينا نشوف الزمن هيعمل معاهم ايه ونشوف ولادهم هيعملوا ايه. فمن لا يرحم لا يرحم. اللي انا عايز اقوله اذا هم معترضين على وجود القطط، علوا اصوات نواديكوا، علوا، ما تخليهمش يخشوا. ده مكان مفتوح، طبيعي ان الحيوانات تخش. الحيوانات دي امم امثالنا، ده ربنا اللي قال. احنا هنعدل على كلام ربنا. الحادثه دي متعلقه بقطط اتقتلت في النادي. دول ما لهمش ذنب ان هم يتقتلوا، دول ربنا خلقهم زينا زينا وربنا اداهم الحق. سواء بقى انا مش عايز اقول نصوص قرانيه ولا يعني في حاجات الناس كلها عارفينها. ده ما ينفعش يحصل. يعني القطط دي ليها حق وليها حق في الحياه. والطريقه البشعه اللي اتقتلت بيها في النادي دي حتى يعني وحشه في حق النادي، اكبر نادي واشهر نادي في مصر. احنا بنطالب الدوله بتفعيل الماده 45 في الدستور اللي هي ماده الرفق بالحيوان. الماده نزل اوكي في الدستور لكن ما بيطلعش تشريع. احنا كجمعيات رفض، اتحاد جمعيات الرفق برئاسه الاستاذ احمد شربيني وبعضويه الاستاذه منى خليل، طلبنا ان يكون في قانون. وفعلا قعدنا وعملنا قانون وجبنا فيه المجتمع المدني، جبنا فيه الحقوقيين، جبنا فيه ناس من كل اطياف، قانون شامل، قانون كامل. وعملنا له اخذنا له تاريخ اصدار وسجلناه في دار الكتب ووصل هيئه الطب البيطري فيه صوره منه، وصل مديريه الزراعه، وصل حتى مكتب الرئيس. موجود عندنا واحنا بعتناهم بعلم الوصول والكلام ده كله، لكن للاسف الحاجات دي حبست الاجرام ما تتعملش. النهارده الكاميرا بتاعتك رصد ايه اكتر حاجه يا شريف؟ رصد الحماس حتى بالعدد القليل اللي المفروض يبقى اكتر من كده النهارده. ايه الرساله اللي عايزه تقوليها النهارده دينا ذو الفقار وانت ناشطه في مجال الرحمه والرفق بمخلوقات ربنا سبحانه وتعالى وبالحيوانات؟ منطقة مفتوحة مش ملك النادي، النادي يتحكم في الأماكن المغلقة، المفتوح، في خضار، في شجر، في طيور، في هواء، في بتاع. بدل ما مدير النادي بيقول أهالي بتشتكي قطة بتعرض، يعمل دوره ويقدم دوره كنادي، رفع التوعية وتعامل سليم مع البيئة، مش رايح يجيب شركات مبيدات حشرية تدمر البيئة. ده الجهل بعينه. النوادي كلها لازم تبطل النهج ده. احنا قانوننا اقوى من اي قانون. قانون ربنا، قانون الرحمه، قانون كل الاديان. مش مستنيين قانون عشان نطبقه. قانون ربنا اقوى من اي قانون. قانون الرحمه. احنا بنطلب الرحمه بكل حاجه خلقها ربنا. نبات، حيوان، انسان. عايزة
عايزه اقول الحقيقه اول حاجه ان احنا رجعنا لورا، يعني اخر وقفه احنا كنا واقفينها كنا بنقول عايزين قانون يحمي الحيوان، كنا عايزين رحمه بالحيوان. لا، احنا دلوقتي بنرجع ورا وبنقول ممكن لو سمحت ما تموتش الحيوان، طب ممكن ما تغرقوش في الميه، طب ممكن لو سمحت ما تقصش ديله، طب ممكن ما تقطعش رجليه، طب ممكن ما تولعش فيه وترمي عليه ميه نار. يعني احنا النهارده جايين بنقول الحاجات اللي هي الديفولتس، اللي هي ما يصحش تتقال. مارجو، انت معنيه جدا بموضوع مجازر القطط اللي بتحصل وموضوع السم، لانه انت انا فاكره السنه اللي فاتت في موضوع نادي الجزيره انت لحقتي باقي القطط اللي فرت من التسمم. النهارده المجزره بتتكرر تاني، بل بالعكس كمان فيها يعني نوع من عدم ذكر الحقيقه بيتقال، او اساليب يعني بيتقال اي حاجه. عايزه تقولي ايه النهارده؟ انا والله انا عايزه اقول ان التجربه اللي مرينا بيها دي حسينا بيها بمعنى العذاب المره دي، لان التجربه اللي مريت بيها انا ساعتها اتهددت انه هيشيلوا كمان باقي القطط وهيسموهم باقي القطط، شلتهم واجرت مكان واخدتهم عندي في حضني، ولغايه دلوقتي هم موجودين عندي. بس المجلس الاداره الحمد لله اللي جه جديد ده متفاهم وعمل طريقه حضريه معانا، وانا بشكر الحقيقه مجلس الاداره عندنا ان هو سمح لنا نعقم القطط ونطعمهم، وبشكر المستشار محمد زكي موسى واللواء حسن مسعود ان هم تفاهموا الامر، ومجلس الاداره العظيم تفاهم الامر وسابونا نادي الجزيره، سابونا نعقم القطط. ايه الرساله اللي جايه النهارده عايزه تقوليها؟ الرفق بالحيوان ده ابسط حقوق، ده حيوان ضعيف ما يقدرش يدافع عن نفسه، ما يقدرش يدافع عن نفسه. ازاي تقتل كده في سم بدل ما اقدم لها سقه ميه اكلها واشربها اقدم لها سم؟ انا من العراق، وانا من اكتر الناس اللي اتاثروا بداعش وشفت فكره وشفت تطبيقه للفكر الداعشي، وكيف كانوا عم يقتلوا الاطفال بكل برود والنساء والرجال. انك تربي طفل على الاجرام من صغره رح يكبر طفل مجرم، استحاله تغير تفكيره. رنا عايزه تقولي ايه النهارده؟ بصي، يعني المشكله ان انا ما بحبش قطط ولا بكره، المشكله ان الواحد لازم يعني الحيوانات دي يحبها، ملهاش علاقه بان انا بحب الحيوانات ولا بحبش حيوانات، لازم نعلم ولادنا ازاي يحب الحيوانات من صغرهم. وبعدين الموضوع بقى اوفر قوي، كل يوم سم قطط وكلاب، امتى يكون في قانون او بند في البلد يحمي الحيوانات دي؟ لازم يكون في اي حاجه تحميهم، لان كده بقى كتير. بشكرك يا رنا. يا استاذه منى، انا جنبي جيران بيخلوا اطفالهم ينزلوا يشتروا سم. انا امبارح بايدي مات كلب على ايدي شهر ونص، اقسم بالله جبناه من غمره ما كملش نروح بيه العياده مصر الجديده، مات 24 ساعه وهو بيتالم بيموت بيصرخ بينزف كل درجه حرارته تحت متلج. وقبلها قطط وكلاب. والنهارده حمار ماشي صاحبه فضل يضرب لغايه ما جابوا ارض اتكسح. احنا شايفين بعض الاعضاء طالعين وبيحتكوا بالناس اللي واقفه هنا، عايزه تقول لهم ده مش بعض الاعضاء، ده مدير الامن جوه بيحاول ان هو يتحتك بينا عشان يستفزنا ويحصل مشكله. احنا واخدين موافقه امنيه، ما نزلناش الا بموافقه، واقفين باحترامنا وبنتكلم باحترامنا. دي تالت مرة يخرج لنا ناس من جوه تستفزنا بالشتايم وبحركات غير لائقة، وواحد دلوقتي صعب لي بكلمك عضو وهو بتاع امن، فكده عيب. هو ايه اللي بيحصل للنادي الاهلي؟ ايه اللي بيحصل للنادي الاهلي؟ ده مش النادي بتاعنا، ولا دي اخلاق النادي بتاعنا، ولا دي الادارات اللي كانت ماسكه النادي الاهلي. عيب، هم اللي يتقال لهم عيب. كلمة تقوليها مروة يوسف، واقفين ليه النهارده؟ وانا شايفة ان في جزء من اعضاء النادي طالعين كمان ومحتاجين ومتضايقين ان انتم موجودين النهارده، عايزين تقولوا ايه؟ عاوزة اقول هننزل وهنفضل ننزل، عايز تسمم سمم، القصاص من عند الخالق، انت قررت تقبض روحهم، انت مسؤول قدام رب العالمين، احنا مش هنسكت ومش هنخرس ومش هتقدر تسممنا عشان احنا لينا صوت، بس والله العظيم اللي بيحصل ده انتهاكات غير طبيعية، ومعناها ان دول مش بني ادمين ما يعرفوش حاجه عن الرحمه. احنا حاطين ايات قرانيه، مفيش دين سماوي بيحلل اللي بيحصل ده، ده اسمه كفر. حسبي الله ونعم الوكيل، هفضل انزل كده ان شاء الله، موت لك نفسي على اداره النادي، انا ما عنديش مشكله بجد. واقفين يضحكوا واقفين يهزروا، متاخد سناب شوت ليهم بيعملوا اقذر الحركات للناس، مش هنسكت والله العظيم ما هنسكت. افضلوا كده، افضلوا بالشرس الشراسه دي. هولي اكيد هتفتكروها جمهور عصا الابيض، لان هولي الحقيقه بقت اشهر طفله
صديقة لعسل أبيض. هولي ازيك؟ كويس. جاية النهاردة مع مامي برضه؟ اه. جاية تقولي ايه؟ وايه اليافطة اللي في ايدك؟ قوليها لنا كده. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ايه اللي حصل فزعلتي؟ ايه اللي حصل هنا في النادي خلاكي تزعلي؟ انهم جم سمموا كل القطط والقطط هي ما بتعملش اي حاجه، كان ممكن يطلعوها برها او يوكلوها من غير ما يسموها او يموتوها. لو انت ماشيه في الشارع وشفتي قطه جعانه هتعملي ايه؟ هاديها اكل، هاديها ميه، لكن ما اضربهاش، ما اعملهاش اي حاجه يعني اذيها. من وسط شعارات كتيره جدا الحقيقه كل المشاركين في الوقفه الاحتجاجيه النهارده من عند النادي الاهلي فرع الجزيره بيقولوها، ربما اكتر شعارين لمسوني جدا هما المطالبه بالرحمه اللي للاسف بقينا بنفتقدها كتير جدا في حياتنا، وفكره عدم الاستقواء على من هو اضعف منك، سواء كان من اضعف منك انسان حيوان او نبات. ركز كده في كلمه بتستقوي على قطه جعانه بتسمها عشان هي بتقول لك انا جعانه. مساءكم عسل ابيض، مساءكم رحمه. المشكلة الحقيقية يا جماعة انه اذا كان الفكر ده والممارسات الاجرامية دي بتحصل، هي ممارسات اجرامية، لانك زي ما قلت بتقتل روح مش من حقك تقتلها. اذا كان ده بيحصل وسط ناس اللي هم بيتصنفوا في المجتمع الاي كلاس والبي كلاس والناس المثقفة المتعلمة، امال الطبقات بقى اللي هي فعلا شعبيه وفعلا مستواها الاجتماعي منحدر جدا، ربما بلا تعليم بلا اي حاجه، ده ازاي هتوصل له وتقول له حرام عليك تحرق ديل كلب، ولا حرام عليك تمسك قطه ترميها في النيل، ولا الحاجات اللي بتحصل دي هتوصل له ازاي لما الناس الراقيه المثقفه المتعلمه بتفكر بالطريقه دي؟ من ضمن الناس المثقفه اللي راقيه الحقيقه، وانا برضه واقفه في الوقفه الاحتجاجيه معاهم، ودي صوره الحقيقه هنعرضها حالا دلوقتي على الشاشه لسيده محترمه عضوه من اعضاء النادي الاهلي، طلعت من جوه وصوره على الشاشه دلوقتي معانا، والحقيقه انه هي شاورت بايديها طبعا في حركه يعني اشاره بذيئه غير محترمه طبعا، لكن احنا يعني عملنا شادو كده على الاصابع عشان ما يصحش طبعا. ليه اللي بتعملها لمين الحركه دي؟ بتعملها للناس اللي المحترمه، الشباب المحترم اللي واقف بيقول الرحمه وحرامه كده. السيده الفاضله دي الحقيقه يعني حاولوا يتكلموا معاها ويقولوا لها يعني احنا بنتكلم على الرحمه، احنا بتاع سخريه وانتقاد وكذا وكذا وكذا. والحركه دي الحقيقه هي عملتها قصاد زوجها كان واقف جنبها، يمكن اعتقد ظهر معانا في بعض اللقطات، كان من الناس برضو اللي حاولت تعتدي على الناس اللي واقفة في الوقفة الاحتجاجية. الناس اللي زي دول ممكن يربوا ولادهم على ايه؟ لما انا اطلع كسيدة واعمل حركة زي كده واسمح لاخلاقي والنفسي ان انا اطلع اعمل حركة زي كده لشباب ورجالة كبار وستات وبنات واقفين في الشارع، بربي بقى ابني على ايه؟ هقول له ايه بعد كده يعني؟ الصورة دي طبعا احنا مش جايبينها من عندنا، الصورة دي مفيش حد في مصر ما شافهاش، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كلها حقيقة. بس قبل ما أقفل الكلام عن الوقفة دي، حقيقي خسارة على الأخلاق الجميلة اللي كنا طول عمرنا بنسمع عنها من النادي الأهلي العريق المحترم. طبعا مش هعمم، عمري ما هعمم، أكيد النادي الأهلي كنادي نادي محترم، أكيد في كتير جدا من الأعضاء اللي رفضوا الممارسات دي واللي لا يمكن يعملوا حاجة زي كده، لكن الحقيقة إنه الأعضاء التانية اللي تسمح لنفسها وأخلاقها تسمح لها تطلع تعمل كده في الشارع وتسخر من الناس اللي واقفة علشان يكسبوا بونت عند مدير النادي، ولا عشان تاني يوم شايف يا سيادة اللواء فلان، ولا شايف كذا أنا طلعت لهم امبارح وعملت كذا وكذا وكذا، دي أخلاق الحقيقة حرام إن هي تكون موجودة وسطنا. خلينا ناخد اتصال هاتفي دلوقتي
وده كمان موضوع الحقيقة يهمني جدا، لأنه لفت نظري في حديثنا مع بعض الشباب اللي في الوقفة. معانا على الهاتف سيادة المستشار إيهاب مكرم، المحامي بالنقد والدستورية العليا. سيادة المستشار أهلا بحضرتك معانا يا فندم. مساء الخير، أهلا بيك يا منى. سيادة المستشار، معلوماتنا إنه المادة 45 من الدستور بتجرم إيذاء أو تعذيب أو قتل الحيوانات، ولكن إحنا مش فاهمين هو ما فيش تفعيل للمادة دي، ولا هي يعني محتاجة تشريع، ولا هي المشكلة في إن العقوبة ضعيفة، ولا إيه اللي بيحصل بالظبط؟ جرائم تعذيب وقتل الحيوانات وتسميمها يا فندم كل يوم بقت بتزيد في مصر، وكأنها هتبقى موضة. الناس اللي ما عندهاش الضمير وعلاقتها بربنا، ما عندهاش الوازع الديني اللي يخليها تستحرم تعمل كده، ازاي نعاقبهم بالقانون واحنا واقفين فين من المادة 45 دي يا فندم؟ بص، خليني اقول لك ان الموضوع ده ليه وجهتين يجب النظر اليهما. الوجهة الاولى، انت عندك ضعف في العقوبة للحيوانات المستأنسة، يعني مثلا اللي عنده كلب بتاعه وبالتالي ده كلب مش ضال، من حق القانون ان هو يحميه، لكن ضعف العقوبه بيتردد على ان هو العقوبه عباره عن حبس او غرامه. وطالما العقوبه حبس او غرامه، المحكمه ممكن لها سلطه تقديريه تدي الحد الاقصى الحبس 6 شهور، رغم ان 6 شهور ده برضه ضعيفه جدا بشان الايذاء للحيوان المستانس، لانه غالبا بيبقى مش ضال وبالتالي بيبقى دي ملكيه احد الاشخاص. وحتى لو كانت العقوبه 6 شهور وارتضينا بيها رغم ضعفها، ممكن المحكمه تدي العقوبه الاخرى لان الحبس او الغرامه، فتستبدل عقوبه الحبس والغرامه، وغالبا ده اللي بيحصل في الحيوانات المستانسه. اما الوجهه الاخرى وهي الضعف التشريعي، انا عندي فراغ تشريعي لحيوانات غير المستانسه، حيوانات اللي يطلق عليها لفظ الضال، زي القطط اللي موجوده في نادي الاهلي اللي حصلت بشانها المجزره الغير رحيمه خالص. بس هي الفكره في القانون عندنا محتاجين مشرع يدخل بنص عقابي قوي يتطرق فيه للحيوانات المستأنسة وما يتقالش عليها ضالة. يعني ايه ضالة؟ انت كمشرع قانون ما حطتليش ملكية الحيوانات دي بتيجي ازاي؟ مجرد الرخصة، الرخصة انت لو شفت اجراءاتها في المستشفى الحكومي، تاخد الحيوان المستأنس بتاعك تروحي تديله حقنة سعار يعني، وبعد كده يكتبوا البطاقة ويجي له بطاقة معدنية تتعلق في الكلب او القطة. طب ما هو ده ممكن يروح اي كلب تاني واي قطة تاني. اذا انت ما نظمتليش ملكية الحيوان، يبقى طالما انت سبت الموضوع فضفاض كده قوي، يبقى ما تجيش تقول لي ان الحيوان اللي في الشارع ده حيوان ضال. لا، احنا ممكن نقتصر الامر على الحيوان اللي بيأذي الغير، هنا اقول ان هو ما تشملوش الحمايه. انما تلاقي الدوله واخده اتجاه تسميم لحيوانات ضاله، جبت منين لفظ ضال ده؟ طب انت عارف اصلا الملكيه، هل القانون تناول تنظيمها بطريقه جيده؟ لا. انت اقوى عقوبه عندك في الحيوانات بصفه عامه هي الحيوانات اللي هي مملوكه للغير، اللي بتخدم الغير، زي ايه؟ زي مثلا الماشيه. هنا المشرع ادعى عقوبه حبس مع النفايذ، ولكن تطرق العقوبه تتحول الى عقوبه السجن من 3 سنين لاشغال شقه مؤقتا، وذلك لما بيكون الجريمه اللي تم بالليل، يحطها ظرف مشدد في نص الماده 356 عقوبات. احنا عايزين نفس الكلام ده بالنسبه للحيوانات الاخرى، مش بس الحيوانات اللي هي مملوكه للغير وبتخدم الغير. لا، احنا عايزين برضه الحيوانات اللي في الشوارع، طالما هنا في بيت حد، هو انتوا ليه بتاذوها؟ وبعدين الفكره مش بس ان مفيش رحمه بينا، الموضوع اكبر من الرحمه. هو الحيوان ده بيجي لك علشان تاكليه، بص بقى الغدر جاي من عندنا، هو مش جاي عشان ترحمه، هو جاي عشان تاكله. فالانسان بيطلع منه الغدر فوق الرحمه. بص بقى، انت مش بس مش رحيم، انت كمان بتغدر بالحيوان اللي جاي مدي لك الامان ومش لاقي اي حاجه، وانت تكون انت اخر امل ليه تديله اكل او شرب، للاسف بتحط له السم فيه. مش عايزك تعممي خالص او اي حد يعمم ما حدث في النادي الاهلي من مشكله كبيره ان ده على اطلاقه. لا، ما فيش حد بيعمم يا فندم، ما فيش حد بيعمم واحنا ذكرنا، لكن هي الفكره الحقيقه انه ده اللي شفناه. يعني احنا ما ينفعش برضو نبقى بنتكلم مع اعضاء على مستوى كبير من الثقافه والمستوى الاجتماعي المتميز ونبص نلاقي ان ده رد الفعل، وان كان مش من كلهم برضو. طب خليني اقول لك حاجه. اتفضل. هو المشكله كلها تكمن في ايه؟ ان اداره النادي ايا كان ممثله في مديرها او مجلس ادارتها او العضو التنفيذي او العضو المطالب فيها تعاقد، لو هنقول حتى ما هو موجود في مواقع التواصل او في السوشيال ميديا، ان تعاقدت مع شركه والشركه قامت بتسميم الحيوانات. هنا وسمعت طبعا ان انا قريت وشفت ان تم في احدى العضوات المحترمات اخذت قصه للقطه وديتها للنيابه، والنيابه تقصدني الاول بتشريح القصه وبعتتها لوزاره الصحه والطب الشرعي. خليني اقول ان هذا الامر ينبغي فيه ان النيابه تكمل اجراءاتها فيه، بس مشكلتنا احنا في الطب تاني يا منى، في
في ضعف الماده 357 حبس او غرامه، حبس حد اكثر 6 شهور. اذا احنا طالبين المشرع عندنا حاجتين، واحد التعرض للفراغ التشريعي بالملاك يجيب لي نص الحيوانات المستأنفه الغير مملوكه لاي حد زي القطط اللي كانت موجوده داخل النادي دي، وهنا يجرم التعدي عليها او الحق الاذى بها باي وجه او اي شكل من الاشكال. ثاني حاجه يرفع الحد الاكثر العقوبه ويشيل قصه الغرامه دي خالص، ما يستبدلهاش بغرامه، يقول الحبس مع النفايات. تمام. السجن مع النفايات، ما يديش فيها غرامه. لا سيادة المستشار الموضوع كبير جدا، انا بس اسمح حضرتك ان شاء الله قريبا نوضب مع بعض ميعاد وتكون معانا على الهوا لو سمحت، لانه كده احنا صحيح اخذنا فكره عامه عن الموضوع، بس حقيقي بقى محتاجين نفهم القانون اكتر ونفهم يعني ايه موضوع مملوكه للغير. يعني الكلب او اي حيوان لو مملوك للغير يبقى لو انا قتلته او اذيته اذيه يعني ما يحصلليش حاجه، لكن لو هي حيوانات ماشيه في الشارع كده ملهاش صاحب مهما اعمل فيها مفيش عقوبه، او عقوبه زي ما حضرتك قلت ضعيفه. لا طبعا. بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة المستشار إيهاب مكرم المحامي بالنقد والدستورية العليا. لو عايزين تعرفوا بقى الموضوع ممكن يتدرج ويوصل لفين، اقروا كده الأخبار اللي بتقول إن من حوالي أسبوعين ثلاثة قبضوا على اتنين شابين من الفيوم دبحين حاجة وستين حمار تقريبا، حاجة وستين حاجة وسبعين حمار مدبوحين ومتشرحين علشان ياخدوهم لحمة ويتباعوا للجزارين. ما هو انت خلاص انت لا عندك وازع ديني اصلا وعندك مشكلة حقيقية في الخطاب الديني اللي مركز على حاجات معينة واغلبها متعلق بالمرأة الحقيقة ومش متعلق بحاجات تانية في حياتنا اليومية، ولا عندك العقوبة الكافية في القانون اللي تخلي واحد زي ده زي اللي مسك 60 حمار ذبحه عشان يوزعه للجزارين وتتباع في الاخر للمواطن ياكل لحمته. ما بيحصلوش حاجة، هيحصل له ايه؟ القاضي ما نقدرش نلومه، ده القانون، ده التشريع اللي قدامه. فاعتقد ان الموضوع هنتكلم فيه تاني وتالت ان شاء الله عشان بس ايه نبقى فاهمين كده. ده اللي انا قدمته النهارده لحضراتكم. الوقفه الاحتجاجيه دي انا بحترمها جدا الحقيقه، وشايفه انه كل الطلبات فيها مشروعه. الطلب اللي كل الناس اشتركت عليه هو الرحمه. بشكر حضراتكم جزيل الشكر على متابعتكم لهذا الموضوع، اعتقد اللي هو مهم جدا. وبس في النهايه اسمحوا لي اشكر زميله عزيزه عليا، يمكن ده كان اول تقرير اخراجها بالكامل، زميلتنا راجيا عبد الله. بشكرك يا راجيا وبالتوفيق ان شاء الله. وكده يا شباب المخرجين عندنا في قناه تاني احذروا، عشان بقى عندنا اتنين مخرجات شابات دينا وراجيا، احذروا المنافسه بدات تشتد.